يعني لازم ارن عليك واقول لكم سمع كلامكم مش شايفه فعلكم بقيت كارهه حبكم. يلا بينا انتوا اللي جيتوا ممنوع اي حد يسهر يا جماعه بعد اذنكم. تعبان عليا ما تخفيش النقطه كامله وطول الحوار عمال تقول اي كلام. طب عايز اشوف منك رياكشن او محاوله مش عيب عليك تغرب عشان جاتلك مكالمة. يا فصلة منهم ايدي ايوه قطعوا اخرك في بلدك اما مالا في فداير هقول كلام غصب عنك تسمعه يا ابني اللي شبك عندنا بيجيب سجاير. يلا بينا هتقول كبركو يتعلم هتقول رجاله تتكلم شكل العيله ما فيهاش غيره بلاش معانا تتحلم هتقول كبركو يتعلم هتقول رجاله تتكلم شكل العيله ما فيهاش غيره بلاش معانا تتحلم I'm gonna go.
I'm sorry.